إما المستقلين أو بعض قوى الإطار التنسيقي، جهة من هاي الجهتين قادرة على أن تنهي الانسداد السياسي، وهاي الجهتين تحديداً تم توجيه دعوة لهم أكثر من مرة من قبل تحالف إنقاذ الوطن. المستقلين قدامهم أسبوع أو أقل حتى يوحدون موقفهم ويروحون للصدر، وبعض قوى الإطار اللي دعاها السيد الصدر للانضمام إلى تحالفه موقفها مفصلي في العملية السياسية. التحالف الثلاثي رحب من جديد عبر قنوات غير مباشرة بانضمام بعض قوى الإطار، وهذا موقف التحالف من البداية، جزء من الإطار فقط، بس الاقتراح الرفض أكثر من مرة. أظهرت قوى الإطار تماسك أمام محاولات تفتيته مثل ما اعتبرتها، لكن هل هي فعلا محاولات تفتيت؟ الإطار التنسيقي دائما ما يحكي عن ضمانات في حال قرر يختار المعارضة، واحدة من هاي الضمانات هو وجودهم باللجان النيابية الدائمة، لكن أبرز ضمان هو أنه يكون جزء من الإطار، تحديداً القوى الراغبة بالمشاركة في تشكيل الحكومة، أنه يكون هذا الجزء مشارك بتشكيل الحكومة. بالمقابل يعتبر التيار الصدري انضمام بعض كتل الإطار اللي هو حددهم واختارهم، يعتبرها ضمان للبقية اللي راح يبقون خارج تحالف الأغلبية أو بصفوف المعارضة. الحلول موجودة وهم متاحة، بس تحتاج شوية تقديم لمصالح الشعب على المصالح الأخرى. وحتى نكمل حكينا بهذا الموضوع نبدأ بطرح الأسئلة وأبرزها: هل ينجح التحالف الثلاثي باستقطاب بعض قوى الإطار التنسيقي؟ أيضا هل يسعى الإطار إلى دور أوسع من اختيار رئيس الوزراء؟ وأيضا هل يتراجع البارتي عن منصب رئيس الجمهورية لحل هذا الانسداد؟